People of New Earth. الدرس 24 من دار التعليم الجيتار مقدمة من موا and Russell motherfucking studios. Okay, so الدرس اليوم راح نتعلم chords لكن new kind of chords غير. زين اسمهم power chords. إن شاء الله ما خرعتكم. اسمهم power chords. The power chords سهلين. زين وتقدر تسوين في أي مكان في السترنج السادس أو السترنج الخامس أو السترنج الرابع. It's very easy to do. زين فتستخدم فيهم عادة ثلاث أصابع بس أنا بخليهم أصبعين عشان يصيرون أسهل لكم. زين يصيرون فيفت بس ما كان يدو. وشون تسويهم؟ Alright, they're very easy to do. أول شيء خذ أصبعك الأول. زين وحط مثلاً نختار فرت. حط على الفرت صبعك الأول على الفرت الثالث من السترينج السادس. زين وبعدين صبعك الثالث حط على الفرت الخامس من السترينج الخامس. يعني يصير فرت واحد اسمه فرتين على ال دي الجهة اللي هي يمين. يس يمين. سو فرتين على اليمين وسترينج واحد تحت. اوكي فهذا الشكل اسمه باور كورد. وتعزف السترينجين هذول الاثنين مع بعض. هذا اسمه باور كورد. تقدر تسوي في اي مكان في شو اسمه في الجيتار في السترينج السادس والسترينج الخامس. اوكي سو اتس فيري ايزي. زي ما قلت لك شو تسوي؟ اول شيء تاخذ صبع اي صبع الصبع الاول مو اي صبع الصبع الاول تحط على اي فرت مثلا حط على الفرت الخامس من السترينج الخامس. اوكي صبعك الثالث وين تحطه؟ تحطه مو الفرت اللي بعده اللي بعد بعده وسترينج واحد تحت. اوكي فيصير ذا الشكل كذا. هذا الشكل هو الباور كوردز. طبعا عشان يصير باور كوردز كامل شو تسوي؟ صبعك هذا الصغير تحطه وين؟ يم او صبعك الثالث لكن في السترينج بعد اللي تحته. فيصير عندك مثلا الحين اللي بسويه صبعك الاول على الفرت الخامس من السترينج الخامس صبعك الثالث على الفرت السابع من السترينج الرابع وبعدين عندك الصبعك صغير على الفرت السابع من السترينج الثالث. فتعزف من ثلاثاتهم هذا اتس لايك فول بار كورد. اوكي تقدر تسوي في اي مكان. Okay, so it's easy to do a power chord. وطبعاً تستخدم كثير من الأغاني. أكثر كثير طبعاً في الروك تحصلها موجودة ويا أكثر شيء في الروك ماتل. بس تقدر تستخدمها على أي شيء. تقدر تسويها في الأكوستيك أو تسويها في الإلكتريك. إنزين. فا it's very useful things to know. وراح تساعدك كثير في العزف. فخلنا نتعلم شيء بسيط power chords. Okay. خلنا نتعلم مثلا مارينو. اول شيء ابدا بصبعك الاول على الفرت السابع من السترينج الخامس وصبعك الثالث على الفرت التاسع من السترينج الرابع. هذه الاي نوت. اوكي سو يصير اي فيفث باور كورد. وبعدين النوت اللي بعدها فاعزف هذه مثلا مرتين بعدين مش يدك نفس الشكل بس مش فرتين. اوكي فيصير صبعك الاول على الفرت الخامس وصبعك الثالث على الفرت السابع بعدين اعزف مره فيصير alright. بعدين المعزف اوكي حط صبعك الثالث على الفرت صبعك الاول على الفرت الخامس من السترنج السادس وصبعك الثالث على الفرت السابع من السترينج الخامس بعزف مرتين بسير. بعدين اختمها مش نفس الشكل هذا مشى سترينجين على جهة اليسار okay. فإتس very easy to do power chords وتفتح لك يعني مجال هائل جدا في الجيتار. تتعلم اشياء كثيرة راح تقدر انك تسوي اشياء كثيرة في شو اسمه باور كورس خصوصا انك انت بتتعلم روك وتتعلم ماتل. زين وطبعا باليدك اليمين بس تقدر تسوي سترامينج فيهم. اوكي نفس السترامينج حق اللي تعلمناه على الكورز عادية تقدر تسويها على الباور كورس او تقدر تسوي اي نوع من انواع السترامينج يعني
على سبيل المثال. اوكي ف يعني تقدر تسوي فيهم اللي تحب، فتمسكهم تدرب عليهم و شو اسمه راح تتعلم فيهم اي شيء انت تبغاه. اوكي alright، اذا عندك اي سؤال عن الباور كورز ولا اي شيء ثاني بليز اكتب تحت في الكومنتس او اسال في مكان تقدر تحصلني فيه. and this is a big and، you have to like the video. I don't care if you liked it or not. اول كنت اعطيكم choice، now you don't have the شو اسمه luxury anymore. And please subscribe if you haven't subscribed to the channel so far. And see you guys and girls next time.